وسيرك وسار الدعاء في مادك السومالي لان دكتر سليمان عيسى حق للتونسية يوفتيو هو قامين ايو ايا عاوة في نمدي سو قاري مقالة عير قابو وحنا وسيرك يوفتيكي سنواي كم دهايين وسير الدولة وسار الدعاء في مادك ايا قاسماء واحدة قرشين تاي وسار الدعاء في مادك السومالي لان كاقور تقيد دولة كمقالة عير قابو مسؤولين تمامل كقوبل كالسناق ايا بحضة عافي مادك قوبل كا يدد وين كلاي ugu horeyna barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo halkaas ka hadlay ayaa wasiirka iyo waftigiisa ku soo dhaweeyay magaalada Ceergaabo waxaan halkan ku soo dhaweeyayna oo inoogu yimi wasiirka caafimaadka Master Xaglad Toosiye iyo wasiirka dawladda caafimaadka agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka iyo wafdiga ballaaran ee hoggaaminayaan iyo gudoomiyaha hay'adda shifaad Master Muuse Xasan iyo وفتك بلالنا وقامنا يا وزيركو لما انتي بوحر الله انهاي كسو دوادا قبل كسنة قارهان عاسمة ديسا عرقابو ادي اد بيروتي فرحاد ضغوط هاي انا دمانت وزير ادي وفتك اقوبا اد نوت لبعد دان عاوة وان نسيب وانا اقرنتي ميلا بلا باصو سو مرتين افتو بايكوها بونايد لكي وعضرا لبريتا موجود دونا gabagabadii wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Saleeban Ciise Xaglad Toosiye ayaa ka hadlay ujeedada socdaalkiisa uu ku yimi magaalada Ceergaabo waxaan idinka mahadcelinayaa barasaabka iyo dhamaan tiimba soo dhaweynta wanaagsan ee qiimaha leh noo sameeyseen iyadoo waqtigu waqti dambe yahay inaad halkan nagu soo dhaweysaan waxaan tusaysaa wanaagga iyo sharafta aad aanu idinka mudanahay هذه أنا ودم حسنتين وحنودين ودني هاي أدي مانج جرين لهيت أسبتالك بريبين إن شاء الله شاكسن دونا هذه أدي مانج جرين سلامي يا إنت هسي كدي من وسير كي وفتيك إسان وحلول سو قلبي أي كده هم مقالة عير قابو عبد الرحمن أحمد إلسار التلفزيون كعالمي جيستار مقالة عير قابو